السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بكل خير، حياكم الله. اليوم في معنا تغطية مميزة لأحد المطاعم الجميلة في المدينة المنورة، وهذا المطعم سبحان الله فريد من نوعه، خاص بالأكل الأوروبي وتحديدا الأكل الفرنسي. ترقبوا هذه التغطية لهذا المطعم، لأنه هذا المطعم هو الوحيد في المدينة المنورة، ربما هذا في ظني أنه هو الوحيد في المدينة المنورة. له فرعين، الفرع الأول بالمكان اللي الآن أنا موجود فيه عند سور الجامعة الإسلامية بجوار مطعم هيرفي، هذا المكان عند البوابة الجنوبية للجامعة الإسلامية، وسبحان الله يعني ضربة معلم أنه جعل المطعم في هذه المنطقة، لأنه أغلب طلاب الجامعة أو مو أغلبهم يعني كثير من طلاب الجامعة من دول أوروبا، فكثير بيكون في زيارة لهذا المطعم من الطلاب أنفسهم. ما حطول معكم الكلام، الآن حصور لكم المطعم من الداخل وحنوريكم إيش الأصناف الموجودة فيه. تابعونا يا أهل فرنسا بالذات. طيب قبل ما ندخل على المطعم لابد نوصف لكم وصف دقيق. شايفين هذا ممشى الجامعة الإسلامية، هذه الجامعة الإسلامية، مبنى الجامعة الإسلامية، وهذا الطريق معروف بطريق سكة الحجاز، واضح؟ طبعا البوابة الجنوبية في هذه الجهة، مكتبة دار النصيحة أظن معروفة، هنا كل المكاتب موجودة، هذه مكتبة دار المأثور، وهنا عندنا الشيف فروج، هذا هو المطعم. شوفوا هذا المطعم، مطعم أوريكم اسمه بيج بايت، معناه باللغة الإنجليزية يعني القضمة الكبيرة. يلا حنشوف القضمة الكبيرة الآن من الداخل. طبعا سبب التغطية زيارة أخونا الشيخ أبو همام الكربي صاحب المطعم جزاه الله خير، وهنا الشيف، حياك الله، يا مرحبا. بسم الله ندخل داخل المطعم. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتك الشيخ أبو همام، كيف الحال؟ طيبين؟ كيف صحتكم؟ ما شاء الله مطعم فريد من نوعه، اللهم بارك يا رب، اللهم زد وبارك. أعطينا لمحة كذا عن المطعم هذا. والله المطعم هذا له 24 تقريبا، ما شاء الله، ثلاثة يعني فرنسية أوروبية، إي ما شاء الله، اللهم بارك. الشاورما عندنا هنا يعني عندهم هناك التاكوس، التاكوس هذه التاكوس باللحم، يا سلام، التاكوس بالدجاج، التاكوس مشكل، مشكل بين الدجاج وبين اللحم. نعم. ايش نوعية اللحم اللي موجود او الدجاج الموجود؟ في نوع يمكن بعضها جاء من الاردن، من الاردن يجي، اي ما تحصل هنا كثير، سبحان الله، لكن هذا كلها اوروبية فرنسية، سبحان الله ما شاء الله، شيء جميل ما شاء الله. انا منتظر الشيف يجي عشان يعطينا بعض الامور. في عندك شيء يعني تشرح لنا مثلا التاكوس هذه مؤلفة مثلا من الدجاج، في شيء ثاني معها؟ صلصات، ايوه بعض الحاجات مثل كريمات، ما شاء الله، انا شايف هذه ما شاء الله تمام. هذه عندك التاكوس، نوضح الشاشه. السلام ورحمه الله، يا مرحبا، حياك الله. نرجع الى الدكتور، حياك الله، اهلا بالدكتور. دكتور ايش هو؟ علي رشيد. حياك الله يا دكتور رشيد، اعطينا فرنسي ما شاء الله، جاي من فرنسا مخصوص لهذا المطعم، يعني ليس من طلاب الجامعه ولا اي شيء، ما شاء الله تبارك الله. انت شغلتك في فرنسا نفس المطعم وكذا؟ ما شاء الله، وكذلك في المغرب. اذا انت معمر في هذا المجال يعني. ان شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب اعطينا لمحه عن المطعم كذا، معلومات عن الوجبات هذه. نسوي هذا الساندويتش، طيب اسمه فرنش تاكوس، ما شاء الله، اي تمام. يعني اول شيء تختار اللحم، في دجاج واللحم مفروم والكوردون بلو. هذا الان ما هو معروف، هذا ما موجود هنا في المملكه، مو موجود هنا في السعوديه، اي عباره عن ديك رومي، انت اخبرتني ولا جوا في شيء اسمه ديك رومي مع الجبنه، ان شاء الله الجبنه، أيوه. شيء اسمه جبنه موتزاريلا، ايوه ما شاء الله، جميل جميل تمام. هذا وهذا في اوروبا لكن هنا لا يوجد، ايوه ايوه، الميكس هذا يعني مشكل يعني، ايوه في الساندويتش مشكل، اما تختار اللحم، لحم مفروم بس او دجاج او الاثنين مثلا، ما شاء الله، بعدين تختار الحجم، في وسط كبير، يا سلام، هذه هي ولا تقريبا شيء كده، ايوه ما شاء الله، تقريبا الحجم هذا الكبير، وهذا الوسط، وهذا الصغير، ما شاء الله. طبعا يضاف له البطاطس وغيره، اضافات في الموتزاريلا، بلاك اوليفز، الزيتون، شيدار، ما شاء الله، باشكيري كده، جميل ما شاء الله، وكذلك الديك رومي والبيبروني، ما شاء الله ما شاء الله، جميل. هذه بالنسبة للتاكوس اسمها تاكوس. الشيء الثاني اللي عندكم ايش اللي عندنا؟ ايش اسمه؟ كروك، كروك زي كذا، كروك هذا، هذا تحت هو نفسه هذا؟ هذه اي هذا لسه يوضع في الفرن يمكن ولا؟ هذا ايش؟ في الفرن، ايوه هذا يوضع في الفرن، خمس دقيقة بس، اي يصبح مثل هذا، ايوه ما شاء الله، جميل، رخيص يعني 7 ريال، هذا كويس ما شاء الله.
هذا بس مكوناته ديك رومي. في ديك رومي. ديك رومي. اسمه الكريم. أيوة. الكريم. أيوة أيوة. كريم إيش هو هذا؟ كريم طبخ ولا؟ أيوة كذا أو هذا. أيوة ما شاء الله. أيوة. مع الموزاريلا. موزاريلا. أيوة بس. ما شاء الله بسيط. وهذه أشياء إضافية للكريب. كريب. حلا هذه ولا؟ حلو إيه. حلو. على النوتيلا مع ال. ما شاء الله. بيكندر. أنواع. مع الأوريو. لا ما شاء الله يعني مطعم ان شاء الله شيء جديد يعني والله الناس تبحث عن الاشياء الجديده ما شاء الله ربي يبارك لكم أمين يا رب هذه ايش هذه الاله هذا الخبز ها آه هذا الكريب هذا هذا خبز من ايش مصنوع هذا يعني مو خبز خلطه سريه ولا ايوه كذا وهذه الاله تصنع منها هذه جبناها من فرنسا ما شاء الله وانتوا الفرن هناك مستعمل ممكن نرى الفرن يعني ما في مشكله جزاك الله خير نرى الفرن من الداخل عشان نشوف حتى ما شاء الله يعني ملفت الانتباه موضوع النظافه هذا طلبنا هذا ما شاء الله هذا فرن اللي تساوي منه تساوي منه هذا تاكوس هذا الفرن بس حق ايش اسمه التاكوس تاكوس بالفرن اي تاكوس بالفرن يعني في اون فرونسي وي سي تاكوس غراتيني يعني بالموتزاريلا فوق منه ما في بدون فرن يعني ولا لا بالفرن لازم فرن تسوي الموتزاريلا فوق منه ايوه 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 فهمت عليك في اثنين طريقه بالتوستر وبالفرن ايوه ما شاء الله ما شاء الله جميل جميل ما شاء الله وهذه الاشياء هذه صلصات ومدري ايش كله صلصه واللحم والدجاج كله هنا موجود ما شاء الله ما شاء الله هذه الصلصه جبنه سيكريت صوص ما شاء الله انت بتحكي بالفرنسي انا يمكن ما لي فاهم شيء منك بس عادي ما شاء الله ما شاء الله ربي يبارك ما شاء الله الله يفتح عليكم ما شاء الله يا اخوان لا تحسبوا انه هذا اعلام مدفوع خلاص كذا لله وبالله لا ما شاء الله شغلهم ما شاء الله باين نظيف وطيب يعني حتى الصحون صحون التقديم شغل شغل طيب يلا ها كيف نجرب حنجرب ونعطيهم رأينا خلاص ما بقفل المطعم طيب الآن الشيف هيقطع لنا الساندويتش هذا هذا اللحم ما شاء الله شوف الداخل طيب هذا دجاج هذا الوسط هذا ولا الصغير ولا الوسط هذا ما شاء الله اللهم بارك تمام يلا هذا حنجرب ونعطيكم رأينا الحمد لله انتهينا من الأكل شبعنا يا رب لك الحمد ما شاء الله شغل طيب أنا اللي عجبني يمكن أكثر شيء اللحم لا يفوتكم لازم تجربوا في شيء كمان يعني طيب بالمطعم هذا إنه في عندهم خدمة توصيل التوصيل ما شاء الله مجانا على حسب الطلب يعني ما تروح تطلب لي والله فطيرة واحدة أبو 10 ريال ولا هذا وبعدين تقول له طلب ودي لي إياها وين آخر آخر المدينة لا اطلب شيء طيب ووصلوا لك يا طيب الآن خلونا نشوف ما شاء الله قاعد يزيد ما شاء الله هذا الكريب هذا وهذا الجهاز العجيب ما شاء الله هذه فطيرة كم سعر هذه؟ هذه 10 ريال 10 ما شاء الله جيد نوتيلا وتحطوا عليها إضافات ولا؟ أيوة أوريو كندر ما شاء الله سنيكرز اي شيء بالشغل ما شاء الله هذه حتضيف عليها شيء ولا لا هذه كيف كويس الله يكرمك يا شيخ ابو همام ما قصرت الله يعطيك العافيه وان شاء الله ربي يبارك لكم إيه الحمد لله على كل حال ربي يبارك لكم بالمحل ويوسع عليكم ما شاء الله تبارك الرحمن خلاص المكان عرف تعالوا لهنا وان شاء الله ما يقصروا معكم من طرف محمد الرئيس وإن شاء الله بيضبطوكم يلا يعطيك العافية يا شيخ رشيد يعطيك العافية شكرا لك